سلام. اهلا وسهلا، لو سمحت ممكن اسال بس سؤال؟ تحت امرك يا ايمان هانم. انا عندي مبلغ في البنك وعاملاه شهاده وبيطلع عليه فوائد، فعايز اعرف المبلغ الفوائد دي حرام ولا حلال، لان سالت كذا شيخ قالوا لي حرام وشيوخ تانية يقولوا حلال، فانا مش عارفه اعمل طب ايه. وانت حاسه ايه يا ايمان هانم؟ انت في ناس كتير قالوا بدل الموضوع مختلف عليه، يعني افتي قلبي، فانا قلبك صراحه قال لك يعني ايه؟ يعني هو ده الحل الوحيد اللي انا ممكن اصرف منه، ان هو اخد الفوائد واصرف منها. يعني اقدر انا اقول خايفه لك اشتري حاجه، لا شقه او ادخل في عمل شغل يعني، واخسرهم، وده يعني شقه ابويا كله عاملهولي. استاذه ايمان، ربنا يرحم والدك يا رب. يعني اقدر اقول ان قلبك قال لك ان المال ده انا مطمن له ايوه، يبقى حلال؟ بس انا عايزه راي الدين، هو عشان ده راي انا الدين ضميري مرتاح. يا ايمان هانم. الدين ليه عندي رايين، اللي فتوتين طلعوا من مشيخه الازهر، واحده في عهد الشيخ جادي الحق وواحده في عهد الشيخ سيد طنطاوي، والاثنين لهم ادلتهم. الفتوى الاولى قالت انه حرام، مش هتعامل مع البنك يا جماعه ده حرام. الفتوى الثانيه قالت انه حلال. انا بديك اهو على الطبق، انا جايب لك بتيفور بكاكاو وبتيفور ساده، انت بتحبي الكاكاو ولا الساده؟ انا بقول لك حرام وحلال، هتختار ايه؟ قلت لي انا قلبي مرتاح ان انا لو حطيتهم في تجاره ولا حاجه هيضحك عليا، فانا هاخدهم يبقى حلال. طب قلت لي انا قلبي مش مرتاح يبقى حرام.